نعم الله عز وجل كثيرة، ومننه وفضائله سحاء غزيرة، فلا زالت يمين الرحمن جل في علاه وعظم في عالي سماه، سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى توفكون. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن النعم العظمى والمنح الجلى أن أنسى أجل ثناؤه في الآثار، وأمد في الأعمار إلى أن أدركنا أفضل أيام الدنيا، أيام عشر ذي الحجة التي كان ختامها بيوم النحر، وهو اليوم الذي تهراق فيه دماء الأضاحي ابتغاء الأجر والثواب وتقربا إلى الله عز وجل وزلفا. ويتلو يوم النحر يتلوه يوم القر، ويوم القر هو اليوم الذي يفذ الناس فيه إلى منى ويقرون فيه لرمي الجمرات. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أفضل الأيام إلى الله يوم النحر ويوم القر. فأين شكر الله تبارك وتعالى؟ أين حمده وثناؤه على هذه الفضائل والفواضل المتواترة؟ فإنه تبارك وعز يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاعلم يا عبد الله، واعلمي يا أمة الله، أن الرب جل ثناؤه كلما وفقكم جميعا إلى حمد الله والثناء عليه وشكر نعمه وأفضاله وفواضله ظاهرا وباطنا، فاعلموا علم اليقين أن شكركم لله عز وجل هذا يحتاج تلوه إلى شكر آخر. فكلما جدت لك نعمة أحدثت لها شكرا، فإنك تحدث لذلك الشكر شكرا. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتسع العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإذا مس بالضراء أعقبها الأجر، فما منهما إلا له فيه منة يضيق بها الأوهام والبر والبحر. واعلموا يا رعاكم الله أن الناس في إزاء هذه النعم المتواترة هم على أربعة أضرب. فانظر يا عبد الله في أي خانة تكون وفي أي ضرب من الضروب تكون. الضرب الأول، القسم الأول من الخلق، من لا يعرفون النعم عند وجودها. إذا كان في النعمة يرفل فيها ويتقلب في خيراتها، ما تيحش بهذه النعمة، كيف ندرك بأنه لا يحس بها؟ إذا سألته كيف حالك يبدي تشكى، وتجده يتذمر، وتجده يتأسف ويضيق ذرعا بواقعه الذي يعيش فيه، ويذكر لك المساوئ، عندي كذا عندي كذا عندي كذا، وقد ضرب صفحا عن نعم الرب جل ثناؤه. هذا النوع الأول عائدا بالرب سبحانه وتعالى لا يشكر الله ولا يهتدي إلى حمده وثنائه،
لأنه ينظر بعين عوراء، ينظر إلى بعض البلايا التي ألمت به ويهذر نعما جل سحاء عليه آناء الليل وأطراف النهار. أعرف كثير من الناس لا يكادون يذكرون لله عز وجل نعمة، ولكن من اللي كيمشيو للمستشفيات ويرون البلايا والرزايا ويرون أصحاب السرطانات ويرون الذين ابتلوا بأنواع من الأمراض والأدواء ما خطرت له ببال، عند ذاك تيقول الحمد لله أنا عندي صحتي، لما لم تقولها قبله؟ الضرب الأول، من لا يدركون النعم عند وجودها وإنما يدركونها عند زوالها والحرمان منها، فلا يوفقون البتة إلى شكر الله وحمده. النوع الثاني من الناس، من يدركون النعم عند وجودها لا بزوالها، ولكنهم لا ينسبونها إلى باريها ومسديها. تقول لك أنا تعبت، أنا خدمت هذا المال الذي حصلته وهذا الملايين والمليارات وغير ذلك من الأعراض، أنا اللي تعبت عليها وشقيت. فلا يكاد ينسب إلى الله عز وجل شيئا، ولو قلب بصره بين الورى لرأى من الناس من يأتي أضعاف أضعاف ما يأتي من العمل والتعني والشقاء، ومع ذلك لم يدركوا عشر معشار ما أدركه هو. من يدركون النعم عند وجودها لكنهم لا ينسبونها إلى باريها ومسديها، فسرعان ما تزول عنهم وسرعان ما تنكشف، لأن بهم شبها بقارون الذي قال بعدما ملك ما ملك وفتح الله عز وجل له كنوز الأرض ماذا قال؟ إنما أوتيته على علم عندي، الذكاء ديالي، فكري، جهدي، تعبي وغير ذلك مما يقوله الناس. الضرب الأول من الخلق في إزاء هذه النعم، من يعرفون النعم بوجودها لا بزوالها وينسبونها إلى الله، يقول لك هادشي من عند الله جل وعلا، هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى، لكن خطأهم أنهم انشغلوا بهذه النعم عن شكرها، همه الاستكثار من المال، استكثار من العرض، الاستكثار من كل ما تتعلق به النفوس وتتمسك بأهبابه، همه الاستكثار والازدياد، فشغل بالنعمة عن شكرها. وهؤلاء فيهم شبههم بالمخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، شغلنا. وهكذا كثير من الناس، تقول لي فين الصلاه؟ يقول لك ما عنديش الوقت، كنجريو على الخبز. فين عبادة الله جل وعلا؟ تيقول لك وما عنديش، أشقى وأتعنى بالليل والنهار. تقول لي لما تقع في الحرام؟ تقول لك ربني الضرورة الآن، لا أجد السبيل إلا الحرام، بل بعضهم يقسم بأنك لا يمكن أن تنال رزقا إلا عن طريق الحرام. الشبهات هذا نسمعه، لا أتحدث من ضروب المخيال، وإنما أتحدث عن واقع ما له من دافع نحياه ونعيشه، ممن يقول راه إلا ما كلتيش الحرام ما يمكنش تعيش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الضرب الرابع من الخلق والناس، هم الذين يدركون النعم بوجودها لا بزوالها وينسبونها إلى باريها ومسديها جل ثناؤه، ولا ينشغلون بهذه النعم عن شكرها، بل إنهم يلهجون بحمد الله والثناء عليه آناء الليل وأطراف النهار قولاً وباطنا وظاهرا. وسأذكر لكم قصة ليست من نسج الخيال، بل إنها صحت بالأسانيد الصحيحة كالشمس الضاحية. وقصة
هذا الرجل الذي سأجعله مناخ رحلي في هذا الواقع الذي سأحكيه في شأن هذا الرجل الصالح. رواها الأئمة، رواها ابن حبان في ثقاته بسنده عن الأوزاعي عن عبد الله بن محمد، وهو الإمام العلم أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي رحمه الله رحمة واسعة، أحد الحفاظ الثقات من حفاظ الحديث ومن رواة الحديث وإمته، وهو أيضا من قضاة البصرة، فر هاربا من القضاء ثم نزل بالشام مختبئا خوفا من أن يبتلى بالقضاء، وهو من عبادهم وزهادهم رحمة الله عليه. هذا الرجل يحكي قصته عبد الله بن محمد كما ذكرنا في السند، والخبر في ثقات ابن حبان. مر هذا الرجل عبد الله بن محمد وكان خارجا مرابطا في سبيل الله بعريش مصر، فلما نزل بالساحل إذا به يرى خيمة في بطحاء، فرأى بها رجلا قد ذهبت يداه ورجلاه، ما عنده لا للدين ولا رجلين، وقد ثقل سمعه، ثقل سمعه وبصره، وعلم ذلك بعد لما خاطبه، فإذا به يسمعه يقول: اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وفضلتني على كثير من خلقك تفضيلا. الله أكبر. هذا رجل ما عنده لا للدين ولا رجلين، ثقل سمعه وبصره، حتى لا يقضي الحاجة ديالو لا يستطيع، ويقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. الواحد فينا إذا صار طريح الفراش يتلوى، يزعج الجيران من تأوهه ورضه لقضاء الله. فلما سمع قالته أتاه إليه مسرعا، قال له فلان: سمعتك تقول كذا وكذا، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، وأنا أريد أن أعرف أي نعمة تحمد الله عليها. فقال له الرجل الصالح: تالله لو أرسل الله إلي جبال الدنيا فهدمتني، وبحار الأرض فأغرقتني، ولو أرسل إلي الله نارا فأحرقتني، ما ازددت إلا شكرا على لسان الذاكر وقلب الخاشع. ها علاش كيحمد الله؟ هو يحمد الله عن لسانه الذاكر. الله جل وعلا جعل لسانه رطبا بذكر الله، وقد يبست ألسنتنا تجري في الأعراض، الغيبة والنميمة رطبة، إذا أتي على ذكر الله تيبس الألسن. ثم قال له: وإذ أنك قد أتيتني فإن لي غلاما. هذا الرجل أبو قلاب الجرمي رحمة الله عليه يسأل الرجل الذي أتى إليه، يقول له: إن لي غلاما، عنده غلام، قال: هو الذي يقوم على توضيئي عند مجيء وقت الصلاة، وهو الذي يمد اللقمة إلى في إذا جعت، وهو الذي يمد إلي الماء إذا عطشت، وقد افتقدته أياما، فتطلبه لي رحمك الله. فخرج الرجل عبد الله بن محمد يتطلب الغلام، قال: فأتيت غير بعيد فإذا بي أرى غلاما قد أكل السبع لحمه ونهش جسمه ولم يترك له روحا ولا نفسا، مات. قال: فلما رأيت وصفه إذا به الغلام الذي سأل عنه الرجل، فقلت: أي وجه آتي به الرجل الآن؟ هذا في بلاء وفي نغص، يعني من حيث الظاهر، وكيف أخبره بأن الغلام الذي يتطلبه قد أكله السبع؟ قال: فوقع في وهلي وفي خاطري ما وقع لأيوب عليه السلام. قال: فجعلت أذكره به، أقول له: أأيوب أكرم على الله أم أنت؟ فيقول الرجل: بل أيوب عليه السلام.
قال وما صنع الله جل وعلا به من البلاء؟ قال ابتلاه في ماله وولده. قال فكيف وجده الله؟ قال وجده صابرا شاكرا. نعم العبد إنه أواف. كأنما يمهد له الحديث عن غلامه الذي افتقده، فقال له يا هذا أخبرني بالخبر، إذا كان شيء أمر أخبرني به. قال له احتسب ابنك هذا عند الله، فإني وجدت السبع قد نهش لحمه وقد مات، فما كان من الرجل إلا أن رفع بصره إلى السماء فقال الحمد لله. شو أول كلمة؟ ما ولول، ما تذمر، ما وقع منه شيء من الشكوى، بل إنما رفع وجهه إلى الله سبحانه جل في علاه، لأن الرب سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بالضراء كما يبتليه بالسراء، فيقبل عليه وليس عليه خطيئة. قال الحمد لله الذي لم يجعل من ولدي أحدا من النار. لما؟ لأن أبناءه كلهم ماتوا قبل البلوغ، قبل الحنت، وولد المسلم إذا مات قبل البلوغ فهو في الجنة قفعا، وقد انعقد الإجماع على ذلك بخلاف ولد غير المسلمين. قال الحمد لله الذي لم يجعل مني ولدا إلى النار، فشهق ففاضت روحه رحمه الله، وقد مات بالشام ودفن بها سنة 400 رحمه الله رحمة واسعة. هذا مثال نذكره نحن في زمن الخوالف، ولا الواحد فينا لا يذكر نعمة لله جل وعلا. حتى الذين لم يتيسر لهم أمر العيد تلقاهم غضبان، ما يسر الله ما شغدير، غضبان ويسب ويعير وكذا وكذا، ويسب الشرق والغرب. صرنا لا نكاد نحمد الله عز وجل لا على صحة ولا على عافية ولا على أي شيء من النعم المتواترة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا جل في علاه وعظم في علياء سماه وقليل من عبادي الشكور. هذه الآية يخبرنا الله جل ثناؤه أن هذه الصفة التي هي صفة الشكر بهذه الصيغة، بصيغة المبالغة التي يفعول شكور، قليلة في الخلق، وكثير من الناس لا يفهمون هذه الآية على وجهها. نتسمع وقليل من عبادي الشكور تقول أنا كنشكر الله، هو ما فهم الآية وما درى مقصود الرب سبحانه وتعالى. الله تبارك وعز لم يقل وقليل من عبادي الشاكر أو من يشكر، قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور، ولم يقل الشاكر. ما الفرق بين الشكور والشاكر؟ الشكور هو الذي تعدى شكره لله عز وجل لسانه إلى أن وقع في قلبه وجوارحه، هذا هو الشكور. الشاكر هو الذي يقول بلسانه الشكر لله الحمد لله، هذا شاكر يشكر بلسانه. لكن الشكور هو الذي تعدى شكره للرب سبحانه وتعالى اللسان فاستقر في القلب، وظهرت آثار الشكر عن الأعضاء والجوارح. وفي ذلك يقول ربنا جل ثناؤه في شأن آل داود، قال اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكرا. فالشكر عمل، والشكر قول واعتقاد. ومنها هنا لابد أن أجلي مسألة الشكر من خلال تبيان أركانها. اللي بغى يكون شكور لابد له من ثلاثة أركان، واللي ما حققش هذه الأركان الثلاثة فليس شكورا، ويشكر باللسان
لكن أن يدخل في القلة، وما أدراك ما القلة؟ الذين امتدحهم الله جل وعلا فدونه خرط القتاد كما يقال. الركن الأول من أركان كونك شكورا أن تعتقد أن ما بك من نعمة فمن الله، هذا شكر القلب. كل نعمة تسبح فيها ترفل فيها فهي من الله جل ثناؤه. وما بكم من نعمة فمن الله. الركن الثاني أن تتحدث بها ظاهرا من خلال الإتيان بما افترض الله عز وجل عليك من الأقوال. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، كما في شعب البيهقي رحمة الله عليه. الركن الثالث وهذا هو الأعظم والأشد، هو الذي لا يلقاه إلا الموفقون، وهو أن تشكر الله جل وعلا بالأعضاء والجوارح ديالك. كيف تشكر الله بالأعضاء والجوارح ديالك؟ الله تبارك وتعالى امتن عليك بصحة وعافية، ببصر، بسمع، بلسان، بيدين ورجلين، امتن عليك بهذه النعم. في أي شيء تصرفها؟ واش كتصرف النار كله وانت غادي كتطلع وكتهبط فاش في الهاتف النقال تنظر إلى فضائح الشرق والغرب؟ هل تصرف هذه النعم السمع في سماع الأغاني وتقول أنك نشكر الله جل وعلا؟ هل تصرف لسانك في الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والطعن في الأعراض، في أعراض الإحياء والأموات، وتقول أنك نشكر الله؟ هل تصرف جارحة اليدين في أن تمس شيئا لا يحل لك، تمس مرأة لا تحل لك، تجعل يدك سبيلا لأكل الحرام والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل؟ هل رجلاك تمشي بهما إلى فرائض الله عز وجل، أما لك تمشي فيهم المحرمات وتمشي بهم إلى ما لا يرضاه الله جل وعلا؟ هذا محك الشكر. عندك المال في أي شيء تصرفه؟ كتخرج الزكاة دياله؟ هل تصرفه في المراضي، في الطاعات، في النفقة الحلال؟ هل تصرفهم فيما يرضي الله جل وعلا؟ عندك الأبناء، هل شكرت الله جل وعلا بنعمة الأبناء؟ أربيتهم تربية صالحة أم سيبتهم للشوارع وللقنوات وللإنترنت والأفكار المنحرفة وغير ذلك؟ هنا غنفهموا قول الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. فنسأل الله تبارك وعز أن يوفقنا إلى شكر نعمه قلبا وقالبا وظاهرا وباطنا، وأن يمهد لنا أسباب الخير، وأن يصرف عنا البلاء واللأواء، وأن يجعلنا من عباده الشاكرين الصابرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من